حول سعي تل أبيب لترويج خطة ضم الضفة الغربية لدى بعض الدول العربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين سيجري اتصالات مع رؤساء وزعماء بعض الدول العربية خلال الأيام المقبلة من بينها مصر والأردن من أجل جس نبض تلك الدول حيال خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية. الاتصالات حسب نفس المصادر تهدف للاستماع لمواقف هذه الدول وردها، إلى جانب محاولة تخفيف حدة الردود المتوقعة عندما تقدم تل أبيب على تلك الخطة. هيئة البث الإسرائيلية قالت إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري الجولة الخارجية في المنطقة والتي يزور خلالها عدة دول عربية للهدف نفسه. أشارت القناة إلى أن كوهين أيضا يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية وردود فعل الفلسطينيين بشأن خطة الضم. في المقابل حذر رئيس جهاز المخابرات العامة الشباك ورئيس هيئة أركان الجيش من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، هذا ولم يصدر أي موقف رسمي عربي حتى الآن سواء من الأردن أو من مصر. معي للحديث حول هذا الموضوع الكاتب والباحث الأستاذ داود كتاب من عمان. أستاذ داود كتاب، بداية هل يمكن التأكيد حول زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي للأردن ومصر بهدف جس نبض مواقف هذه الدول وعلى الأقل الآن موقف الأردن ومصر من خطة الضم؟ يعني أنا ما بعرف إذا وصل للأردن ومصر، التأكيد أكثر عن مصر من الأردن، لكن الأردن موقفها واضح جدا. يعني الأردن ترفض أي شكل من أشكال الضم. واضح أنه المسؤول الإسرائيلي عم بحاول يسوق فكرة الضم المقلص، يعني ضم بعض المستوطنات لإرضاء الأردن، والأردن لا ترغب بأي نوع من الشرعنة لأي نوع لو شبر واحد من الأراضي المحتلة هو أراضي محتلة ويجب أن لا يكون يتم ضمه بطريقة أو حديث. أنا يعني قبل شوي لسه بحكي مع مسؤولين، موقف الأردني جامد وصامد ويرفض أي نوع لا ضم كبير ولا ضم صغير. يعني هل تعتقد أن إرسال وزير رئيس الموساد تحديدا مع هذا الموقف الذي تفضلت به، موقف الأردن الرسمي المعلن هو الرفض، هل يمكن أن يشير إلى أن الاحتلال أو دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تعرض صفقات في السر لهاتين الدولتين مقابل سكوتهما أو قبولهما بالضم؟ يعني أنا بعتقد لا شك أكيد، يعني السياسة هي فن الممكن وبحاولوا أكيد يعرضوا بعض الأمور، لكن أنا لا يعني أعتقد هم الإسرائيليين أخطأوا وتسلقوا الشجرة، وهنا يعني عم بفتشوا على شخص أو جهة تساعدهم في النزوع عن الشجرة. فكرة الضم مرفوضة على عربيا وفلسطينيا وعالميا، وهناك دول مثل ألمانيا تهدد بمقاطعة اقتصادية لإسرائيل، هناك جيش أو قوات أو يعني ضباط سابقين بالجيش الإسرائيلي بيرفضوا الضم، خاصة ضم الغور الأردني، لأنه بيعتقدوا أنه هذا بضوع فكرة حل الدولتين وهو أمر أمنيا مهم بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا السياق أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي رئيس المخابرات العامة الشباك هم من الرافضين حتى الآن. هناك اجتماع أيضا ضم نتنياهو برئيس حزب أزرق أبيض وبحضور السفير الأمريكي، قيل بأنه أيضا كلل بالفشل حول الضم. هل تعتقد أن كل ذلك يشير إلى أن تل أبيب ربما ستنسحب من هذه الخطوة، خطوة الضم؟ كليا حاطط رهان أنه رح يفشل موضوع الضم كليا، ولكن أنا حسب رأيي نحن الآن في المنطقة الرمادية ما بين الضم الصغير وعدم وجود أي ضم. أنا توقعي أنه ضم المقلص سيجلب نفس نوع احتجاج من الضم الكبير، فلذلك يعني بالنسبة للإسرائيليين أنا حسب رأيي سيبحثوا عن ورقة التوت التي ممكن تغطي فشلهم في هذا الموضوع. الأمريكان بالتأكيد إدارة ترامب هي من أكبر داعمي نتنياهو وخطط نتنياهو، لكن في هذا التوقيت الرئيس ترامب لديه مشاكل داخلية تشغله في الولايات المتحدة، هل تعتقد أن ذلك قد يغير الموقف الإسرائيلي من توقيت الضم وليس من مبدأ خطة نتنياهو؟ شوف، الصانعي القرار بالنسبة للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض،
والبيت الأبيض الرجل القوي هناك وصهر ترامب جاريد كوشنر وليس ديفيد فريدمان. ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل يعني واضح أنه هو المحرج، في حين أنه البيت الأبيض كما قلت أولا مشغول في الكورونا، مشغول في المظاهرات، مشغول في التحضير للانتخابات. وبحب أشير لمقال كتبه أحد المسيحيين الصهاينة، يقول فيه أنه المسيحية الصهيونية رغم دعمها بشكل عام لإسرائيل ونتنياهو إلا أنه ما أصدرت بأي أمر في موضوع الضم، ومنشغلة هي أيضا في المشاكل الداخلية الأمريكية في موضوع العنصرية وغيرها. فقول أنه يعني الضم سيساعد ترامب، يعني هذا الكاتب قال أنه لن يساعد ترامب، فما معنى أن الحكومة الأمريكية أو الإدارة ترامب غير معنية في خلق مشكلة جديدة إضافة للمشاكل الموجودة عنده؟ طيب. وواضح أن السفير الإماراتي في واشنطن كتب المقالة في اليدعوت أحرنوت، هذه رسالة ليس فقط للإسرائيليين وأيضا لأصدقاء إسرائيل في البيت الأبيض في نفس المدينة اللي هي واشنطن. فيعني لم يتم إرسال المقالة من سفير في أي بلد ثاني إلى واشنطن، هذا بيعني أن هناك ضوء أخضر من أمريكا من البيت الأبيض لسفير الإمارات أن لا يحرج نفسه. يعني إذا صار الضم غدا أو يعني بعد أسبوعين سيكون أكثر محرجين السفير الإمارات، في حين إذا تم إلغاء الضم قد يقول إنه يعني أنا ساعدت ودخلت وساعدتكم يا فلسطيني وإخري. طيب. وأين الرد الشعبي؟ هل تعتقد بأن المخاوف الإسرائيلية من ردة فعل شعبية فلسطينية كبيرة من وجهة نظرهم سيكون لها تداعيات أمنية على دولة الاحتلال؟ ليس في حسبان الإسرائيليين والأمريكان أمام هذه الخطوة؟ أمن القوم الأمريكي يعرف إنه ما يحدث في القدس يؤثر على باكستان وأفغانستان ويؤثر على المسلمين في كل العالم وإلى آخره. فالموضوع ليس بهذه السهولة، ويبدو أن الحكام أو وزير الخارجية والدفاع الإسرائيلي الجدد يعني بتعلموا بسرعة، لكن معهمش وقت كثير، يعني يجب أن يأخذوا قرار وهم غير مجهزين وغير ناضجين لأخذ قرارات صعبة. الآن الموقف الرسمي العربي في هذا التوقيت عندما يتم استقبال مسؤول الموساد الإسرائيلي، هل تعتقد أن ذلك سيترك أو سيولد ردة فعل شعبية عربية رافضة لتلك الزيارة؟ يعني أنا أعتقد أنه ما ساعد الحكام العرب نشر هذا الخبر، يعني أنا متأكد أنها مش أول مرة ولا رح تكون آخر مرة يزورها العواصم العربية مسؤولين أمنيين إسرائيليين، والمختلف هون أنه تم النشر، وأنا أعتقد أن النشر يهدف إلى إفشال الضم. يعني الذي قام بنشر الخبر قام بذلك بهدف، والباقي عندك. شكرا جزيلا لك، رسالة وصلت. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث داود كتاب، كنت معنا من عمان. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى فقرة إلى الملف الثالث في الملف العراقي حول العملية العسكرية التركية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، والذي سنناقشه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.